نبدأ بقى حضراتكم أخبارنا. أكيد هتكون في البداية عن فريقنا الأهلي اللي هو عاد من الأجازة امبارح عشان يستأنف تدريباته، والنهاردة هيكون المران المفروض الساعة 4 تحديدا. الأهلي هيخوض تدريباته بدون اللاعبين الدوليين اللي انضموا لمنتخباتهم لخوض بقى مباريات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا. بيتسو موسيماني المدير الفني بدأ في تحضيرات خاصة للفترة القادمة، عشان كده اجتمع باللاعبين لعقد هنا محاضرة نظرية لشرح الوحدات التدريبية اللي هيخضع عليها الفريق الفترة اللي جاية. كمان موسيماني عقد جلسة مع حسين الشحات للاطمئنان على سير البرنامج التأهيلي للاعبين من أجل التعافي من الإصابة في العضلة الخلفية، واستكمل الشحات تنفيذ برنامجه التأهيلي بخوض تدريباته بدنية وتأهيلية. إن شاء الله يعود لنا كده أفضل من الأول. إن شاء الله بإذن الله حسين الشحات يتعافى سريعا. وعندنا برضو خبر حلو متعلق بالفريق، وهو تعافي رامي ربيعة مدافع الفريق من الإصابة في العضلة الخلفية وعودته للانتظام في التدريبات الجماعية بعد أن انتهى من تنفيذ برنامجه التأهيلي. كمان كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة قال إن الثنائي النيجيري جونيور أجاييه والسنغالي أليو باجي سينتظمان في تمرين الفريق الجماعي يوم الثلاثاء الجاي إن شاء الله بعد ما حصلوا على أجازة للسفر للاطمئنان على أسرهم. كمان موسيماني بيواصل فرز قطاع الناشئين، بمعنى ان كل شويه بيشوف عناصر مميزه وبيصعدها للفريق الاول. والحقيقه ان قطاع الناشئين في النادي الاهلي مليء بالمواهب الغير عاديه، وشفنا اكتر من لاعب شاركوا كمان في المباريات وكانوا في منتهى الثقه وايضا في منتهى التالق. المدرب الجنوب افريقي صعد امبارح 5 ناشئين للتدريب مع الفريق الاول، وهم احمد اشرف ومحمد اشرف وعمر رزق، 3 من مواليد 2001، وابراهيم السيد من مواليد 99، واحمد السيد غريب من مواليد 2002. أنا عجبني جدا جدا فكرة الاعتماد برضو على الناشئين وإعطائهم فرصة بهذا الشكل، والثقة كمان ده بينعكس بشكل كبير جدا على النفسية وبالتالي على المران وبالتالي كمان على الأداء.